أهلا وسهلا، وبكل لحظة وبكل جمعة وبكل نهار وبكل نفس منقول وداعا أيها المرض. أنا المرض وأنا المريض، مثل ما جبته بتشيله، وأنت السبب. وإذا عرفت السبب لا للعجب. لحو رح يحكي اليوم اسمه نيم. ما هي؟ شجر النيم. شجر موجود النيم. طبعا أنا شفتها بالهند، شفتها برا، بس هون عنا خيا أختها بن عمها يلي هي اسمها الزيتون. الزيتون يعني ما هي مما يلي كتير. كل شيء موجود عند كل بلد، عندها من اعشارها من ارضها موجوده. يعني هم بالهند مثلا بيستعملوا شجره النيم للعلاج، بقول لك بتجيهم من الاف دي اي ادويه لعلاج الملاريا او للكوليرا، انه بصير في عندهم حالات مثلا. فانه الادويه الاف دي اي ما بتزبط، لكن جيب كم من ورقه نيم امضغها وابلعها بتزبط. انت بايتك كثير قوي. ورقه النيم ورقه كثير مره، ورقه الزيتون ورقه كثير مره. ورقه النيم بتعالج الانفلاميشنز، الالتهابات، بتعمل انتي بايوتيك، بتشيل الخلايا السرطانيه، بتعمل هاي الشغلات. ورقه الزيتون نفس الشيء، هاي مره وهي مره، واثنيناتهم انه بيشتغلوا من خلال جلايكو شيء. نعم. شيلوا الاسماء. هي الماده الفعاله يلي بتعمل هذا، يلي بتعمل هذا التاثير. في شغلات ثانيه مره يلي بتشتغل من خلال ماده الياتر الاميجدالين، مثل بذر المشمش واللوز المر، ونفس الشيء عندنا نحن. عندنا الترموس، الماده المره فيها. عندنا الجرجير، لو بتعرف انت الجرجير بتخبيه تحت السرير. عندنا طعمه المر يا اخوتي، فتشوا عليها. لوز مر، مشمش مر، حتى الاقدام الصفراء بلا سكر وبلا شيء كمان في طعمه مر. في كثير اشياء مرارتها فيها صحه وفيها حلاوه. لما اكل فاكهه ما بصير اكل فاكهه لوحدها، بدي اكل الفاكهه واكمل البذر. ايه، لانه هاي الحلو وهي المر بيعادلوا بعض. اذا اكلت هاي لوحدها وتركت هاي عملت خلل توازن. الحلو والمر بيوازنوا بعض، مثل ما المالح والحامض بيوازنوا بعض. هيدي خوخه اسمها خوخ الدب، اجناس كبيره بمناطق لبنان كلها، هي من بحمدون، حامضه وحلوه. منها من خوخ الدب يلي اسمه اجو اوغست عبدو، اللي عم بيعمل منها القومي بلوم والقومي بوشي. خلص كل شيء بقى ناكله من ارضنا، استيراد ما في. ما في الي ساعه الا برانيا اظن، اذا كثير شيء ضروري محلات الناتوراليا وين ما كان بلبنان. صدقه هالمره عملته، بس والباقي كله تجاره وكذب ونفاق. حتى نتعلم مما يلي: في انواع كثير من خوخ الدب بكل بلاد الشام واليمن وين ما كان بتزرع، فيكم تعملوا منها اشياء كثيره. وهيدي النيم ما عندي اياها، انا بفتكر شايفتها بلبنان. هي بتنزرع بتطلع عندنا؟ انا شايفه منها هيك مثل شجر الكينا كانت، بس ما حدا بيطلع فيها. بتطلع بالهند مثل الانتي بايوتيك، اي واحد عنده مشكله. واحنا عندنا ورق الزيتون، يعني انه مش دائما ورق الزيتون يلي عند الاجنبي احسن. لا، هاي باخذ الورق وباكل وانتهى. امكم الارض قال مش يمكن يعطيها للهندي وما يعطيها للبناني. يعني بالهند عندهم شيء بالايرفيدا بيسموه الشوايان براف او شوايان براج، اللي هيك بتسمى الطريقه هاي، اللي هي عباره عن مثل المربى، مثل المربى، وبحطوا فيها مجموعه من اهم اعشاب الايرفيدا، حوالي 20 عشبه، ومنها النيم. الايرفيدا هي اول طب بالعالم طلع طب طبيعي، كيف ابن سينا والخوارزمي وغيره هيدا. وبيطبخوها مع بعض بتصير مثل الملاسز، مثل المربى، مثل الدبس، لونها اسود هيك، وبصير ياخذوها علاج. هي عباره عن بحطوا فيها فاكهه مثل خوخ الدب، شيء مثل هيك بسموه الاملا، لونه اخضر، بحطوها فيها ومع الاعشاب هاي، وبيعملوا هذا المربى على اساس انه بيصير يستخدموه كعلاج. بس انه برضه مش وصفه واحده، في انهم في لها اكثر من وصفه. مرات بحطوا هاي الاعشاب، مرات بحطوا هاي الاعشاب، مرات بحطوا كلويد السيلفر، مرات بحطوا، يعني في اكثر من طريقه. بتبني وتقعدوا تقروا. في اكثر من طريقه اللي بيعملوها، يعني احنا فينا نعملها من اعشابنا هون. عندنا القرنفل، عندنا مليون شغله، الارقطيون، القنطريون. كل هالبلاد الشام واليمن كلنا عندنا تمر. حطوا هاي الحلوى لافندر، كل شيء فيه. مليون شيء فيه. ما فينا ما تقول لا، من 200 سنه او 100 سنه ما كانت هالامراض. هلا كل يوم الامراض عم بجيب مرض اكبر مرض. السبب شوف شو عم تاكله. ملك فسل يلي موجود في كل محل، خرفيش، بتعالج امراض الكبد بشكل، بقول لك في اطفال عملتها المايو كلينيك او هوارد جونسون، واحد من اثنين. جونز مش هوارد جونسون، هوبكنز. هوبكنز، جون هوبكنز. ف عملوا تجربه الاطفال يلي اعطوهم كيموثيرابي وخرب الكبد عندهم. ف خرب الكبد، بطل يشتغل، راحوا اعطوهم بس من نبته الخرفيش اللي بالك فسل، ضلوا يعطوهم، رجع الكبد يشتغل ولا كانه في شيء، مثل المعجزه للكبد. بالصيدليات هلا موجوده كبسولات بالك فسل،
طبعا ابصر شو محطوط معها مواد ثانيه، ما هي موجوده بالشارع. اخذوا بس محل. الاسم ما تصدقوا، كل شيء اسمه صيدليه ومستشفى واطباء ودكاتره. بشتريها ب 15 دولار. ليه الاوادم يا اخوتي؟ ليه اللي عندهم ضمير؟ بشتريها ب 15 دولار مع الزباله المواد الجانبيه والبلاستيك والشغلات اللي موجوده فيها، وهي بالشارع ببلاش موجوده. بس هيدي منها بلاستيك اللي فيها، هيدا من شيء طبيعي نباتي بيكون او سمك او عظام. وبرضه لسه الاحسن كمان بحطها بكاسه بشربها مثل ما هي، لسه احسن واحسن. بنعرج شوي مره حطها ولا. فكنا عم نحكي على الستيفيا، على موضوع السكر. هلا الستيفيا وشفناها ودقناها مع بعض، هي اللي هي هاي طعمتها قد ايه حلوه وكذا وهيك، لكن لا زال الناس مثلا اللي مثلنا يلي بحبوا انه يديروا بالهم وكذا ما عندها مشكله ابدا، طعمتها كثير طيبه رهيب مثل العسل يعني. بس في ناس بقول لك لا طعمتها مش مثل السكر، فلا زالوا بدوروا يعني. هالميكروبايتك مثلا لما امشي على الميكروبايتك 100% ممكن استعمل الدبس، ممكن استعمل شغلات معينه من الفاكهه موسميه كذا هيك اللي على اساس انه احلي فيها، ولا يزالوا خلينا نقول التجارب لا زالت عم بتقوم. مثلا مرضى السكري وانا مثلا بفضل انه نمط الحياه، كنا عم نقول انه يكون الواحد ما ياكل شيء بيرفع السكر بالجسم دائما انا، وهلا بحكي قصتها كمان بالتفصيل. لكن فكنا عم ندور على الشغلات المحليه يلي ممكن انه الواحد ياخذها يكون طعمتها مثل السكر بس بنفس الوقت ما ترفع السكر بالجسم، ما يكون في منها اعراض جانبيه. واحدة من الشغلات يلي انطرحت يلي عملنا تجارب عم نجرب عليها يعني، يلي هي في شيء بسموه شوجر الكحول. كيف انا بجيب مثلا مثلا عصير تفاح او عصير عنب، وبيجي بحطه مثلا نوع خميره معين مثل خميره البيره او شيء، ما بعرف كيف طريقه العمل بالضبط، بس بحطوها فبتروح بتحول الماده الحلوه لكحول، فبصفي عباره عن كحول يلي هو بيشربوه كذا وهيك مسكر وكذا. في خمائر ثانيه بتكون موجوده يلي هي بتحول الماده الحلوه مش لكحول، بتحوله لشيء بسموه شوجر الكحول، طبعا مش مسكر او كذا وهيك، لكن هي عباره عن ماده محليه بيستعملوها، موجوده بيستعملوها كثير بالطب، على راسها اكثر ماده بيستعملوها اللي بسموها السوربيتول. كل الشغلات اللي فيها الاو ال، سوربيتول، مالتيتول، زايلوتول، ثايرول، اريثريتول، كذا، في كثير مواد موجوده يلي هي بتتصنع بنفس الطريقه. بروح بجيب انا ماده جلوكوز، ماده حلوه، بحط بس هالخميره اللي موجوده فيها بتحول لي الماده الحلوه لشوجر الكحول، بيستخلصوه بصير يستعملوه بالتحليل. اوكي، في امل من هذا الموضوع لكن لسه بعده مش اكيد. من فتره حلو كثير انه بالسوق بلشوا ينتبهوا ل الاسبارتم قديش انه سام، فعم بلاحظ حتى محطوط بكل الخبز، ما في خبز بلبنان انتبهوا كله محطوط فيه هيدا، وما في زيت، كله زيت دوليب. لما تصدوا حدا هيدا اللي بيعمل فلافل اللي بيعمل شاورما وبيعمل هيك وبيعمل هيك، خلصنا خبز بالبيت. فعم بتنتبهوا، بلشوا ينتبهوا قديش الاسبارتام سام وقديش عم بيعمل مشاكل. بلشت المحلات حتى مش بين الاف دي اي، المحلات لوحدها يعني، مثلا في عندنا محلات بالاردن موجوده اللي هي بتبيع هيلثي فود وكذا، كانوا زمان يجيبوا الاسبارتام موجود في بعض المنتجات. انتبهت انه نفس الادارات، في ادارات كويسه طبعا في ادارات عاطله، صارت تنتبه لانه الاسبارتام عاطل ما بدي ادخله، ما بدي اياه يكون موجود. ففي هلا توجه بدي بقى هو مهذب، عم بيجوا ناس ورح تتعرف على واحد ومنيه المران عندي بالبيت بتشوفها الليلة، عم بيجوا ناس وبيشتروا المطاعم كلها اللي بلبنان حرام، بيشتري هالمطاعم والاف دي اي بتحطها بالاكل، وهو بيعمل مصاري الاف دي اي بتعمل مصريات، وبيموتوا العرب وبنشتري سلاح وبنقتل بطريقه ثانيه بسيطه وخفيفه. قلت لها بس انت عملتي هالتجاره والمطاعم كلها اللي عندك وعم بتشتروا مطاعم هون بلبنان، وبيخبرنا انه مرته واخته كلهم عم بدرسوا ميكروبيوتيك، كله كذب ونفاق، كله كذب ونفاق. واحد امريكاني اصله سوري قال لهم انا جدي سوري وهي الزيت بدي ابعته على بلاد العرب، قالوا له هون هيدا بضل بامريكا وعلى بلاد العرب تبعتوا الزيت المضروب كله، مؤامره هي. في توجه هلا موجود، بلشوا انه يحاولوا يستعملوا المحليات هاي اللي هي شوجر الكحولز كبديل للناس، خلينا نقول يلي عندهم سكري وبدهم اكل انه ما يرفع السكر بالجسم. ف دارج كثير بالسوق هلا، او انتبهت انه جديد درج كثير بالسوق، محلل اللي هو المحلل المالتيتون، انه يلي هو شوجر الكحول مثل ما قلنا جلوكوز، بحطوا بكتيريا معينه او فئه او ييست معين، خمائر معينه بتحوله للهذا. اوكي قلنا حلو كثير، درسنا الموضوع، خلينا نجرب نشوف شو تاثيره شو كذا. جربنا مثلا اكلنا مرته مرتين ثلاثه كذا هيك حتى نشوف شو التاثير، طعمته مثل السكر بالضبط، ما بيتفرق عن السكر بالطعمه. لكن ايش القصه؟
انه لازال مثلا كمالتيتول هذا المحلي 50 الجلايسيميك اندكس تاعه، يعني كانك عم تاكل مثلا كانك عم تاكل اكثر من تفاح بشويه، يعني شيء حلو اكثر من التفاح بشويه، لازال عم يرفع السكر عم يعمل مشاكل لمرضى السكري. وبنفس الوقت بس بعده اقل سم من هيدي، اقل سم، وبنفس الوقت هضمه مش كثير سهل على الجسم، على الجسم، فبصير مثلا اذا الواحد اكل كميه زياده بصير اسهال او بصير في انتفاخ بدايه. حلو، المالتيتول اقل واحد فيهم، احسن منه شويه مثلا السوربيتول، انه اخف سكر واخف بدايه الهذا، احسن منه احسن منه احسن منه. فوق شيء اللي بسموه اللي هو الزايلوتول، بتكون هاي بتعتمد طريقته انه منيح او هذا او طريقه النتيجه هاي بتعتمد على الخمائر يلي بيستعملوها، كل واحد نوع معين من الخمائر يلي بيعمل هاي الماده. فالزايلوتول الجلايسيميك اندكس تاعه 7 وتقريبا ما بضايق الامعاء، والظاهر هلا الظاهر لازال لسه طبعا الحكي لساته جديد، وبالتالي انا ما بقدر احكي هالشغله اقول هيك الصح، لا انا لا رح احكي رح اكتبها، لازلنا عم نجرب، عم نجرب عليهم حتى نشوف اذا في بديل مثلا الناس بيقدر يستخدموه بسهوله. في الاريثريتول هلا عم نشوف شو موضوعه، لانه الجلايسيميك اندكس تاعه 0، يعني بالمره ما بيرفع السكر تبع الجسم، ما بضايق الجسم، وهلا رح نحكي كمان على السكر حتى نشوف ليش 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 عم نركز على هذا الموضوع. ما بيرفع السكر تبع الجسم وتقريبا بنهضم بشكل كامل وبالتالي ما بضايق الدم. هلا الزايلوتول والاريثريتول بيستخدموهم طبعا مع بحطوا معهم خوايس ثانيه، لكن بيستخدموهم بيعملوا علكه للمحافظه على الاسنان. شو الهدف منها؟ بقول لك البكتيريا اللي بتعمل تسوس بالاسنان ما بتقدر عليها هاي الماده، وبالتالي مجرد ما دخلت بصير في عندها جوع شديد وبتموت البكتيريا، وبالتالي بحسن اذا كان في تسوس بالاسنان بحسن الوضع. طبعا مش ضروري اعمل هيك، ممكن انا ممكن اتمضمض بكربونات صوديوم اللي هي شيء قلوي، بتمضمض فيها وكذا فبعمل قلويه بالتم بشيل البكتيريا. المهم فيك تتمضمضوا كمان بزيت الزيتون، ما فيني لكم شو قوية، شغلة زيت زيتون طبيعي على كبس على البيرين. وهلأ هيدي اللي أخذوا كله صبتهم ماتيتول فاتيتول ماتيتول، قالوا لي أنت ما بتاخدي دواء وما بتاخديش، قلت لهم بياخد دواء، ما فيني أولى رح حطها هيك. اسمه تاتيتول، أنا عم بكتب إنجليزي ما فيني شلوها، ما بياخد سوربيتول ما بنادول ما تاتول افيو سي كي اتول، خلصنا. ما بعرف شو الدواء، ماني زلعه ولا حبه، زلع بلع ملع طلع ماني عملتها. وهلا لي فتره على الخبز والزيت، خبز ومي ما فيني لكم. وشو طلع اشياء كلها من هون من تمي وما كان فيني افتح تمي، وقت رحت لعند اجو وقال لي اشربي هاي، قال لي مد لساني مدى لساني، قال لي لا ما عندك شيء عم بتنطش جسمك، ما عندك فطريات، هالسين ماني شايفه بعد. واعطاني هيك شربت هلا قد هيك، فتحت تمي وراح معي رجال وعم بيوشوشوا، قال له معلش فيك تحكي، وهيدا هالرجال صديق لنا وكمان ما عم بيقدر يبول وصعب ومدري شو هيك، قال له اشربها 20 دقيقه، قال له قوم على الحمام. اه طبيعي حكاني اليوم، قال لي مش معقول، يعني عم بيتركب كل شيء ببلدنا بقى، كل واحد ما بقى بدي ولا جيم هامبل بشكره ولا هيديك ولا هيديك ولا هيديك ولا سوربيتول ماتيتول فاتيتول باتيتول، مما يليك مش يا نون يا كاف، يليك علية. ما هي شو الهدف من الموضوع؟ يعني انه الموضوع بالعقل، انه مش هذا ممنوع وممنوع وكذا وهيك، لا بدك بالعقل تجرب وتختبر وتشوف هذا منيح هذا عاطل، انت اختبر وحكينا على الورق البي اتش، اختبر شوف هذا شو عم بيعمل بجسمك، عم بحطه بحاله البناء ولا عم بحطه بحاله التهديم والموت. تمام، هلا يعني لا يعني لازم احكي عنها، بعرف انه صعبه على اغلب الناس وكذا وهيك، بس لانه بتجربتي هيك حسيت لازم اشرحها اكثر واكثر، اللي هو موضوع السكر. هلا كنا حكينا قبل هالمره انه بعد عناء طويل وبعد تجربه انتبهت لشغله، انتبهت لشغله يلي هي يا عمي السكر مجرد يدخل بالجسم بيعمل ادمان، والادمان هذا وبتلعب بالنيورو ترانسميترز بالدماغ بتعمل عمليه اكتئاب. السبب الرئيسي للاكتئاب عند الناس هو انهم عم ياخذوا السكر، او مش السكر بشكل اساسي، ما هي التجربه يلي صارت. بعد فتره انتبهت انه اي شيء عم يرفع السكر بالجسم، يعني بما معنى اي اكل ممنوع على مريض السكري عم يعمل اكتئاب. سامحوني عليها بس انه مضطر انه اشرحها بالضبط مثل ما انا جربتها مثل ما اختبرتها. فاي شيء بيرفع السكر بالجسم
بيعمل اكتئاب، والاكتئاب هذا حتى انه اشيل هالاكتئاب لازم على الاقل امتنع عن الاكل يلي بيرفع السكر حوالي 10 ايام، وجربت قعدت فتره على حكينا فيها قبل هالمره، جربت اقعد على اكل بس انه ما بيرفع السكر وجربت كذا هيك، والنظريه تاكدت 100% بالنسبه لي انها صح. هلا وين القصه في الموضوع؟ نتذكر اكيد انشهر كثير اللي هو اتكنز يلي طلع وصار يحكي على الغذاء انك بدك تاكل بس انه ما بدك تاكل بروتينات وهذا وابعد عن الكربوهيدرات. بروتينات فاتس كذا هيك اللي هو انه بشكل عام ابعد عن السكر ابعد عن النشويات لانها بترفع السكر بالجسم وبتعمل نصاحه وبتعمل كذا ما فيني لكم الخبز الابيض شو عم بيعمل اوكي هلا اكبر جريمه هلا اتكنز طبعا هو في مشاكل انهم بركزوا على المنتجات الحيوانيه كثير واذا بتتفرجوا عليهم كل اللي بتبعوا الاتكنز هتلاحظوا انه جسمهم منه صح وبصير معهم امراض قلبيه وبصير كذا لانهم اكلهم مبني على المنتجات الحيوانيه بشكل اساسي مع انه يعني مشان هيك اثنين رؤساء جمهوريه البي وابنه من تكساس كم بقره بياكلوا ما في رحمه الرحمه عند البقره مش عنده هو ليك شو عنده بوش وبوش بشبش وهالدنيا كلها بس الاتكنز يعني ما طلع من قليل برضه كمان اكيد في شيء ما في دخان بلا نار في شيء عملوه يلي خلاهم ينشهروا كثير وين بلشت حكايتهم بلشت حكايتهم انه كان يجيهم اطفال واشخاص وكذا وهيك كثير ناس معهم سيجرز يصير صرع صرعوا بيقعوا كذا وهيك 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 مجرد ما يحطوهم على اكل خالي من الكربوهيدرات والسكر ويعطوهم اكل بس مبني على البروتين يلاقوا انه نوبات الصرع هي كلها عم بتروح لك يا خي اذا بنصدق النبي بكلمه قال نجينا من الابيضين تركنا النبي لحقنا الغبي السكر سم الا نزع القشور خطوة الى القبور كلمتين هلا الخطوه الاصعب هلا الخطوه الاصعب يلي هي لما ندخل للنشويات شويه وهي اللي بقول يعني بالتجربة يعني مضطر إنه بدي أحكيها مثل ما هي مثل ما صارت فإنه السكر هلا النشا عبارة عن شو؟ عبارة عن أكثر من مركب سكر مركب سكروز أظني بكونوا مربوطين مع بعض يعني شكله بودرة بيضاء شكله بودرة بيضاء هاي طعمته حلو هاي طعمته النشا مش حلو لكن اثنيناتهم سكر بالعكس النشا أكثر من السكر يعني لما أريد السكري هلا بس أنا أجي آكل لما آكل سكر أبيض مثلا أوكي السكر الأبيض الجلايسيميك إندكس تاعه شو يعني جلايسيميك إندكس اللي هي قديش هالمادة بترفع السكر في الدم لما آكل أنا سكر أبيض الجلايسيميك إندكس تاعه 67 تقريبا بالستين بين 60 و70 النشا لما آكل خبز أبيض الجلايسيميك إندكس تاعه فوق 80 يعني الخبز الأبيض يأكله مريض السكري أسوأ من إنه يأكل معلقة سكر أبيض هاي أسوأ من هاي وهاي أنا انتبهت عليها بالتجربة كيف مثل ما قلنا انتبهت انه لما اكل سكر ابيض بصير في عندي حاله كآبه غريبه وحاله الكآبه هاي مش نفسيه لانه بحاول احلها نفسيه ما بلاقي الحل ما في حل نفسي لكن بعد 10 ايام بدون سكر تختفي كانه خلل بالنيورو ترانسميترز بالدماغ الجلوكوز البسيط سكر نشا بيعمل خلل في النيورو ترانسميترز بالدماغ وبالتالي بيعمل اكتئاب اكتئاب الناس يلي موجود الاكتئاب طبعا بيعمل شوفوا المصيبه الاف دي اي فارق معها بقول لك انه هذا هيلثي هذا مش هيلثي لكن السكر موجود بكل الاكل بكل اكل الاطفال بكل محل النشا موجود في كل محل عارفين اذا الناس مكتئبه المكتئب دائما بده يعمل شوبينج المكتئب دائما عبد المكتئب دائما خلص داون حيضله تابع حيضله عبد حيضله بده يعمل شوبينج حيضله يصرف مصاري بدون فائده حيضله يعمل شغلات ما له لزوم فحاكمين العالم من خلال مثل قالت جولدا مائير مو خايفين من العرب لانه اعطيناهم السكر ابدا قالوا لا تخافوا على العرب زبطينا فيهم السكر فوين التجربة هلا؟ هلا يعني الظاهر طبعا قلنا انه الخبز الابيض بيرفع السكر، للاسف الخبز البني، الرز البني مع انهم كمان كاملين لكن لا زال فيهم نشا. اللي عنده سكري اللي عنده سكري بشيلوا كل الحنطة ما بياكلهم، بشيل الحنطة بالضبط. فأنا اللي انتبهت عليه انه كل شيء بيرفع السكر بيعمل مشكلة اكتئاب، طب تمام شو ضل عندي؟ أنا ما راح آكل لحمة ولا حليب ولا أجبان ولا ألبان. اوكي شو ضل عندي بقى عندي بس ورقيات خضار منبتات شغلات مثل هيك بس مش صدفه انه الحيوانات يلي بتشبهنا بالجسم الغوريلا مثلا يلي بيشبه الانسان بالجسم ما شاء الله عنده عضلات وعنده كل شيء الغوريلا شو بتاكل ورق اخضر اوكي بشكل اساسي ورق اخضر وخضار ونباتات وكذا بين وقت بتاكل فاكهه لو اكلت مره واحده بالاسبوع ما في مشكله بكميه قليله ما بتعمل لي مشكله مش صدفة إنه هالنتيجة يلي وصلنا لها من خلال التجربة طلعت نفس الأكل يلي بياكله هالكائن يلي جسمه بالضبط مثل جسمي وبالتالي بضل الجسم متوازن وبضل فيه العقل بضله متزن ما بيكون فيه مشكلة هرمونات ومشكلة نيوروترانسميترز وإشي مثل هيك وبالتالي كل توابع الاكتئاب بتجر حتى هون سامحوني لا تقولوا أنا باكل سكر بني
السكر البني والسكر الابيض الفرق انه اثنين رجال عريانين واحد لابس كرافات بعده سم هيدا انتبهوا مو سهل لهالسبب احنا في بدايه الحلقه حكينا على الشوجر الكحول لانه برضه يعني عم نحاول نلاقي نشوف مش انه بدنا ناخده ونصير ناكل منه لا بس بدنا نشوف اذا في بديل ما بضايق الجسم وبيعطيه طعمه طيبه انه فيني استعملها مثلا اذا بحب اني شيء طعمته مثل السكر لو جبت كاكاو جبت مثلا اذا زبط معنا الاريثريتول فرضا او الزايلوتول اتضح انه ما عم بيعمل اي مشاكل بالتجربه طبعا مش انه شو حكت للاف تي اي اذا اتضح ممكن اجيب كاكاو واعمل كذا هيك اخلطها مع كم من ناتس وسيدز وتطلع معي شغله مناسبه وفي الواحد ياخذها بين وقت ووقت تجارب مش مهم فالمهم كنت عم بقول على شغله في واحد اسمه براين كليمنت رئيس جمعية في أمريكا جمعية صحية كيف جيم هامبل وهيك عاملين جمعية بسموها جمعية أبوقراط إيبوكريتس هاي الجمعية للعلاج كمان هدول الجماعة ما بيأمنوا بكل الحكي اللي هون هذا بقول لك كل فواكه هذا بقول لك كل رو مش عارف شو هذا بقول لك بقولوا لا ديروا بالكم شيلوا الكربوهيدرات وبركزوا أكلهم على الشغلات الخضراء وعلى المنبتات هذا اللي بيأكلوا كل الأمراض عم بيعالجوها حتى الشلل حتى أمراض مش معقولة عم بيعالجوها أكلهم كتير بياخذوا ويت جراس بياخذوا تشيا سيد بياخذوا بزر كتان كل الشغلات يلي هاي الريتش والكذا يلي ما بترفع السكر ما فيها كربوهيدرات بيركزوا عليها منبتات أخضر ويت جراس بزر هذا أكلهم ما بتصدقوا قديش في أمراض عم بيعالجوها مش صدفة يعني مو صدفة إنه في ناس عم بيشتغلوا بالطريقة هاي فيعني هاي هذا موضوع السكر انه القصه انه ما فينا الا انه نجرب موضوع قد ما هو مهم ما بنصدق دخيلكم كتير شوجر بلوز انا عشت معه ببيته هو ومرته وامه حتى لو شخص كويس اذا كان عنده حاله الاكتئاب بيعامل الاشخاص اللي حواليه بطريقه تعبان نفسيا يعني بكون اخلاقه عاليه لكن برضه بكون متضايق اللي بكون متضايق ما بتحمل الناس اللي موجودين فتخيل لما تكون الناس كلها عندها هاي الحاله شو عم بهالثورات بهالغضب بهالكذا ويعني ما بقدر اجي اقول لحدا وقف السكر ووقف النشويات لكن لازم كل واحد فينا يختبرها حتى يختبر النظريه هل هي صح ولا غلط لو 10 ايام بس اسبوعين من حياتي دخيلكم بعد الساعه 6 بدنا ناكل شيء هذا حزب الحمير احنا من حزب الحمير اسبوعين بعد الساعه 6 ما تاكلوا وشيلوا الفواكه هلا وشيلوا كل شيء اسمه سكر وقلبين واجبين وخبز ابيض وهيك يعني بتعرفوا خضره ومن هي ومن شوف شو بصير طبعا اللي بده يجربها اول مره طبعا الحذر واجب يلي عاملها اول مره انا اول مره مرتين في حياتي عملتها كان يصير معي هايبوغلايسيميا احس حالي نزل السكر كاني دخت او بدي انام طبعا مش درجه كبيره بس احس حالي صار في عندي زي دوخه انه ميلان للنوم لانه جسمي لا زال معتمد على السكر بشكل كبير. بعد فتره ما عادت موجوده خلص، بس انه احس بالتاثير هذا تروح وانتهى الموضوع، يعني انه برضه الواحد بالتدريج مش يقلل يقطع مره واحده الله اعلم. في صحوه غريبه يعني صحوه غريبه ما فيني اقول لكم شغله ما بيعرفها العلم انه اقدر احط كتاب هلا موت الموت ما في جمعه بيخلص الكتاب، مين اللي عم بيكتب؟ مين اللي عم بيقرا؟ مين اللي عم بيحكي؟ مش حاملي ورقه هيك مثل اللي بيفعلوا لنا خطابات، في فايض من الحوض الالهي مش من غايته حلوه فاحنا عم نتصرف للغضب حاليا اللي عم نشوفه بالشارع ما له علاقه بالدين ما له علاقه ابدا عم نتصرف للغضب والعاطفه لانه احنا غير متزنين من جوا يلي يعني بكون متزن من جوا ما عنده مشكله هي الالتزام تنتبه انه هذا الجسد امانه وسر كبير اذا كنت امينه على هالجسد بيجي الساجد وبيجي المسجود وبيجي الوجود اذا النقطه صادقه بتجي الموجه والموجه بتاخذها على المحيط وبتدوب بالمحيط فندور على الحلول ونختبر عندنا البي اتش عندنا الكذا نختبر بجسمنا ونلاحظ بجسمنا شو اللي عم بيصير بناء عليه بقدر اميز ايش الاشي اللي ممكن اكله وايش الاشي اللي عم يضايقني كل شيء بالاختبار ما تسمعوا كلام حدا غير لما اكون انا اختبرت وجربت لو ما الاختبار انا ما صدقت انه النشا والسكر وكذا هيك لاني كنت اكل ميكروبايتك مثلا والميكروبايتك لعامه الناس فوق 90% 95 99% هو النظام المثالي لانه فيه كل شيء نظام الكون كل شيء موجود يعني اذا انا حابب اكل شيء مطبوخ موجود اذا حابب اكل شيء ني موجود اذا حابب اكل شيء حلو موجود لكن يلي بده احسن بيمشي بهالطريق يلي بده يطلع بيتاغورس لما راح عملوا له الانيشيشن لما عملوا الانيشيشن في السيكريد سكولز في مصر عند الفراعنه المدارس الباطنيه الاسرار المدارس الباطنيه لما عملوا له الانيشيشن قالوا له ما بتفوت غير لما تصوم 40 يوم على المي نعم 40 يوم على المي بعدين فيك تفوت تاخذ المعلومات ومن الماء كل شيء حي بدنا نعطيك معلومات مهمة كتير
عقلك ما بيكون جاهز الا اذا كان في عندك صوم. غير هيك اذا انت ما قدرت تصوم 40 يوم على المية معناتك منك جاهز. روح اشتغل على نفسك وعلى شهوتك، بس تعالج نفسك تعال تقدر تعمل هاي الشغله. هيدا بيتاغورس اللي فهم المسيح اكثر من غيره، وهن الروم الارثوذكس الحقيقيين شايف حاله ما فهمين شيء من المسيح. وقت فات لعنده في اخوتي صيام الانبياء، في من وسلوى، وفي اكل الالهه تبع الارض، وفي صيام الانبياء وصيام الحكماء. منفوت باي طريقه انت جسمك بيقبلها، ما معناته ما بمرض وما بدي موت وما بدي اسخن، بس على القليل بيكون عندي وعي بالشيء اللي عم بعمله. يعني ما شفت بس تجربوا اللي عم بختبرهم انا، بس من الخبز يلي بالبيت معمول. ليلى بتعمل الخبز، هيدا في زيتون، هيدا في جوز، هيدا في تمر، هيدا في انضف شيء وماي، اذا بدك سلطه خلصنا. بس الكائنات يلي في الطبيعه، ما في كائن بطبخ، ما في كائن بيخبز، كل كائنات الطبيعه بتاكل من الطبيعه، اكل حي مثل ما هو يلي الله زرعه مش انسان. بالضبط. كنا حكينا على سانتوس بوناتشي، وفي على قصه السيكريت سكولز في مصر. سانتوس بوناتشي بيحب واحد كثير من مصر، عبد الحكيم عويان. كان هو زلمه كثير كبير بالسن وتوفى جديد. بقول لك هذا انديجينس الميستري كيبر، يعني دارس بالسيكريت سكولز تاعت مصر يلي هي من براذرهود، بتكون اخوان النور كان يسموا نفسهم. وتتواتر تتواتر تتواتر، هو كان من اخر الناس، يلي مش من اخر الناس بس من الناس يلي القلال جدا يلي موجودين عندهم هذا العلم. عبد الحكيم عويان يعني في له افلام على الانترنت، في مقابلات على الانترنت. يا عمي شو كيف احنا هيك؟ مزبوط احنا العرب كان عندنا ابن رشد وابن سينا وابن والرازي، مزبوط كان في عندنا علماء. بتشوفه هو عم يحكي مش حكي عرب ويمين شمال وجهل وكذا، عم يحكي علم. شو هالعلم؟ بقول يو دو نوت داي، ما بتموت. يو ويست، يا الله، لم يولد يولد، يو ويست يو ويست، بتغرب وبتشرق، لم يلد ولم يولد. دخيلكم ما في وقت، بلا كل لحظه هي يقظه. منكفي هالطريق ومنلتقى كل جمعة ومنلتقى كل لحظة. تخيلكم إذا ما في صحة ما في صحة، العقل السليم بالجسم السليم. وسامحوني.